لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. حول الفساد الحكومي واقتراب الانتخابات المحلية، كتب صادق الطائي مقالا بصحيفة القدس العربي جاء فيه: في 18 من كانون الأول ديسمبر الحالي تتصاعد الخلافات بين ترحيب من الطبقة السياسية ورفض من قطاعات واسعة من الشارع لهذه الحلقة من حلقات الإدارة في العراق التي اتهمت بترسيخ الفساد في محافظات العراق، وقد تم تجميد مجالس المحافظات وإيقاف عملها بعد مطالبة انتفاضة تشرين 2019 بذلك، ورضوخ البرلمان في دورته السابقة لهذا المطلب وإصداره قرارا بتجميد عمل مجالس المحافظات، ومن ثم تعزيز القضاء لهذا القرار في إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات. هذه المجالس مثلت بصورة جلية كارثة من كوارث الفساد المستشري في العراق، إذ يقف في صدارة لائحة الاتهام الموجهة للحكومات المحلية في العراق اتهامها بهدر المال العام ونهبه عبر ترويج المشاريع الوهمية والسيطرة على مداخيل المشاريع الخدمية في المحافظات، كما تتهم مجالس المحافظات بعرقلة الكثير من المشاريع الاستثمارية والخدمية نتيجة شيوع أساليب البلطجة وفرض الإتاوات التي تمارسها الميليشيات والجماعات المسلحة التي تمثل الأذرع العسكرية للأحزاب السياسية، الأمر الذي أدى إلى إضعاف جودة تقديم الخدمات للمواطنين، والنتيجة كانت تكالب القوى السياسية على مقاعد الحكومات المحلية لتكريس النزاعات والصراعات السياسية داخل المحافظات، حيث تم ترسيخ نظام المحاصصة وأصبحت الحكومات المحلية مصدراً رئيساً للمال السياسي الملوث بشبهات الفساد. وإلى موقع وكالة رودو ونقرأ منها مقالة للكاتب عبد الستار رمضان يقول فيه: كل شهر أو ما يعرف بالعامية رأس الشهر حدث أو مناسبة مهمة تجتمع فيها الكثير من المواعيد والالتزامات التي أصبحت تثقل كاهل العائلة العراقية بالمصاريف ومجالات الإنفاق الجديدة التي لم تكن معروفة سابقا، فكل شيء في العراق اليوم بفلوس أو بالدولار، الإيجارات، أقساط الكليات والمعاهد والمدارس الأهلية، أجور الماء، كارتات الكهرباء، الموبايل، الإنترنت، أقساط التعليم، نفقات الصحة والخدمات والأمن والنقل وغيرها من المصاريف التي تجتمع لتشكل رقما يستنزف معظم أو كل الراتب الذي ينتظره الموظف في رأس كل شهر. في المقابل فإن حصول الموظف أو فرحته برأس الشهر في مدن كردستان العراق لا وجود لها، بل يمثل هذا التاريخ يوم معاناة وحساب ووعود بالدفع ورجاء بالانتظار حتى يحين موعد استلام الراتب. مشكلة الرواتب في مدن كردستان العراق التي تكمل بعد عدة أيام عامها العاشر والتي بدأت عام 2014 لم تنجح عشرات أو مئات الزيارات واللقاءات والاتفاقات والتعهدات في حلها، وهو ما يدفع الكثير من الموظفين بالمطالبة باستلام رواتبهم من أي جهة أو بأي طريقة بعيداً عن كل التبريرات أو الحجج القانونية أو الدستورية أو الفنية التي يدعي بها هذا الطرف أو ذاك، كما تتفاقم المشكلات بسبب تدني قيمة الدينار وارتفاع سعر صرف الدولار الذي يكاد يتحول إلى العملة الرئيسة أو الأولى في التعاملات اليومية، لأن أغلب السلع والخدمات هي بالدولار، فإيجارات وأقساط شراء الدور والشقق السكنية والمحال والأسواق التجارية أغلبها بالدولار، وأقساط الكليات والمدارس الأهلية وكارتات الكهرباء والموبايل والإنترنت، بل وحتى الديون والالتزامات أغلبها بالدولار، وهو ما يشكل ضغوطاً ومصاعب على المواطن والموظف. ما
مشكلة وأزمة أو مصيبة رواتب الموظفين في إقليم كردستان تحتاج إلى حل سريع وواضح وصريح من كل الجهات. إلى صحيفة المدى ونقرأ منها تقريراً حول غلاء الأدوية في العراق. جاء فيه: أضحى الشتاء الهم الأكبر عند العراقيين على الرغم من خلاصهم من حر الصيف في هذا الموسم، فالأمراض المنتشرة والأجواء التي يغطيها الغبار والفيروسات وانعدام الثقافة الصحية لدى المواطنين جعلهم أمام أزمة غلاء أسعار الأدوية والعلاجات في الصيدليات. فمتى سيتم تحديد تسعيرة الأدوية في البلد؟ تعد أزمة انفلات أسعار الأدوية في الصيدليات مشكلة أزلية يعاني منها المواطن العراقي، حيث أن أغلبهم لا تسعفهم إمكانياتهم المادية بشراء الأدوية التي تتنوع شركاتها بين الجيد والرديء، فضلا عن الواقع المتردي للمستشفيات التي تخلو من أغلب الأدوية، ما يجعل المواطن يتكلف عناء شراء علاجه من الصيدليات الخارجية بمبالغ خيالية. أغلب المستشفيات الحكومية لا تصرف العلاج أو تصرفه ولكن ليس بشكل كامل، وهذا الأمر معروف عند المواطن العراقي الذي يذهب لتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية، حتى أن العلاج البسيط الذي يجب أن يتوفر في كل عيادة صحية أو مستشفى سوف لن تجده هناك، ولا بد لك أن تذهب للصيدليات الأهلية لشرائه بأسعار يضعها صاحب الصيدلية. هناك مافيات كبيرة في البلد تقف خلفها جهات سياسية متنفذة وتقوم بمنع تحديد تسعيرة دوائية، وذلك لأن فرض التسعيرة الدوائية سيضر بمصالح هذه الجهات التي اعتادت واقعاً على مص دماء المواطنين. نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز مقالا لرشيد الخالدي أستاذ الدراسات العربية الحديثة في جامعة كولومبيا ومؤلف كتاب حرب المئة عام على فلسطين. جاء فيه: تاريخ الاستيطان الاستعمار والمقاومة 1917 و2017 أوضح فيه أن الكيفية التي غذت فيها الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية والتي مضى عليها عقود ضد الفلسطينيين. وقال إن التباين في أعداد القتلى في غزة وحولها إلى 1200 إسرائيلي و15 ألف فلسطيني، وفي الجولة الأخيرة من الصراع الذي مضى عليه قرن، يشير إلى التفاوت الهائل بين الجانبين. هناك جانب آخر غير مسبوق في الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة، والذي مر تحت رادار الإعلام ومنذ بداية الحرب الحالية بطرد إسرائيل جزءاً من سكان غزة إلى مصر، ولم يتم التعهد بهذا، لكن كشف عن الرفض المصري والأردني الشديد وفي أكثر من مناسبة ومن خلال طلب التمويل من الأبيض في 30 من تشرين الأول أكتوبر لأوكرانيا وإسرائيل، وضم الطلب دعم الهجرة واللجوء لاحتياجات محتملة للغزيين الفارين إلى الدول الجارة وللفارين عبر الحدود واحتياجات برامج خارج غزة. ورأى الكاتب أن هذه الحادثة المشينة هي إشارة عن بايدن الذي لا ينظر فقط للفلسطينيين كمتساوين مع الإسرائيليين أو يعتبر أن معاناتهم تشبه ما يعتبرونه معاناة الإسرائيليين، بل لا يزال هو والأعضاء الكبار في العمر بالقيادة السياسية الأمريكية أسرى للسرد الذي تشكل قبل عقود سابقة، ويقاومون بعناد الأبعاد والمناظير الجديدة التي يؤمن بها الموظفون الشباب والطواقم على جانبي الكونغرس. وكشف استطلاع أخير لأم بي سي أن نسبة 70% من الناخبين من فئة 18 و34 عاماً لا توافق على طريقة معالجة بايدن للحرب في غزة. أصعب قرار في حياتي، هكذا وصف ممرض في مستشفى محاصر في قطاع غزة شعوره بشأن التجربة التي عاشها عندما كان يعتني بخمسة أطفال رضع مبتسرين ولدوا قبل أوانهم وفقدوا آباءهم.
وفي حديثه لصحيفة واشنطن بوست أكد الممرض، وهو فلسطيني يعمل مع منظمة أطباء بلا حدود مقرها باريس، أن ذلك كان في ذروة العدوان الإسرائيلي على شمال قطاع غزة الذي بدأ في أكتوبر الماضي، وكان مستشفى النصر للأطفال منطقة حرب. يتطرق الممرض في حديثه للصحيفة عن الأطفال قائلا إن الأطفال الخمسة المبتسرين كانوا معرضين للخطر بشكل خاص، حيث كانوا بحاجة إلى الأكسجين والأدوية التي يتم إعطاؤها لهم على فترات منتظمة، ولم تكن هناك أجهزة تنفس محمولة أو حاضنات لنقلهم، وبدون أجهزة دعم الحياة كان الممرض يخشى عدم نجاتهم في عملية الإخلاء. ولم يجد الممرض أمامه أي خيار آخر، وقال للصحيفة إنه قيم وضع وحالة الأطفال ثم قرر اصطحاب طفل واحد معه، وهو الذي اعتقد أنه من المرجح أن يتحمل انقطاعا مؤقتا في إمدادات الأكسجين، وترك على مضض الأربعة الآخرين على أجهزة التنفس الخاصة بهم، واتجه جنوبا مع زوجته وأطفالهما والطفل الوحيد. وبعد مرور أسبوعين ذكرت الصحيفة أن الهدنة سمحت لصحفي من غزة محمد بعلوشة بالمغامرة والدخول إلى المستشفى، وفي وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة اكتشف أمراً مروعاً، وهو الجثث المتحللة للأطفال الأربعة والتي كانت تأكلها الديدان حتى اسودت بسبب العفن، كما تعرضت للهجوم من الكلاب الضالة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. إلى الرسوم الكاريكاتورية كانت معنا هذه الوقفة، والآن شهد الأسبوع تنظيم تجمعات ووقفات احتجاجية منددة بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة والمؤيدة للفلسطينيين في عدد من الدول بينها لبنان والأردن وإيران واليابان وأمريكا وكندا. وقال الناشطون إنهم سينشرون أسماء الأطفال الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وخلال المسيرات التضامنية للتأكيد على أنهم ليسوا مجرد أرقام، وللدفع من أجل محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الطفولة الفلسطينية. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
الشمال، ما ضلش إشي في الشمال. الشمال عبارة عن سافية كبيرة لا دور، الناس مش عارفة دورها وين ولا عارفة إحنا وين. إيش اللي صار فينا الله أعلم. في يوم وليلة صرنا مشردين من الشمال للجنوب، من الجنوب للشمال، والحمد لله على كل حال. والله العظيم بإيدي هدول أكثر من 50 شهيد دفنت، والشهداء هم مرميين، برضى مين هذا؟ خلاني أطلع الصحي خايفة على الباقيين. أنا ابني استشهد وهو رايح يشتغل في الشفا، عامل نظافة ابني، وباقيين يعني معي اللي واحد راح له الحمد لله. وجينا نرجع نشوف بيتنا، بيتنا لقيناه مجرفينه. نلقاكم بإذن الله.